يعود المخرج السينمائي صالح بوفلاح من روسيا بعد مشاركته في مهرجان كازان الدولي بفيلمه باغدي الذي توج بالذهبية كأحسن فيلم وثائقي. هذا الفيلم الذي تم تصويره بمدينة دلس شرق ولاية بومرداس. هذا مهرجان كازان اللي كان تجربة فريدة من نوعها، انك تروح تشارك في تتارستان مع ثقافة ما نعرفوش عليها بزاف، حنا هما ما يعرفوش علينا بزاف. دونك شرف لينا انه يكون يتوج بهذه الجائزة الذهبية. استقبال خاص بالورود والعلم الوطني يليق بمشرف الجزائر الذي مثلها في الكثير من المهرجانات السينمائية المهمة. لازم نصنع سينما جزائرية، على الأقل لما عندناش إمكانيات ما عندناش حاجة كبيرة، بصح لا مواندر دي شوز أن الفيلم يبان ألجيريا، يبان تاعنا، تكون فيه اللمسة تاعنا. دونك هذا هو الشيء الأهم اللي نقول على الليجان كاع، أنهم يشتغلوا على الموروث الجزائري، وظفوه في السينما، وظفوه في المسرح، كما راه يتوظف في الشعر، كما راه يتوظف في الروايات. عندنا احنا في الجزائر ما نقولوش عندنا أزمة سيناريو، إلا ما عندناش سيناريوهات كما يقولون نستعينوا بالروايات. عندنا شباب يكتب روائيين شباب، خصوصا هنا في بومرداس كاين، مثلا نشوفوا عبد القادر بوضرب، نشوفوا عبد العزيز مرابط الزغوين، عندهم روايات هايلين. دونك انا نهديها للشباب هذو، ونهديها ايضا لروح الفقيده، العائله تاعها اللي كانت مدير الثقافه الله يرحمها السيده بسات صبرينا بندو اللي استوفات الله يرحمها. ونشكر يعني كاع قطاع الثقافه لولايه بومرداس، دار الثقافه رشيد ميموني المدير. كان الذهب والتشريفات شهر سبتمبر من نصيب الجزائر وبومرداس مسرح وسينما.